بحب يكون عقلي كبير وهيك اقطع على اشياء وما اوقف عندها، بس في محلات حتى انت وقاعد ببيتك وشغلتك مش صحافي بتلاقي في شي استفزك وطالع بدك تدافع فيه او عن نفسك او عن غيرك، فكيف اذا سبولك بلدك؟ يعني التعبير القاطع رح تشوفوه قدامكم، لانه انا ما بعرف ألفظه، سيفته تعليقا على بوست للمرحوم جورج الراسي. بس اللي قلتوه عن الرقص والطقش والفقش والعري واللي صار، نحن يا شباب يا صبايا يا اللي طلعتوا البلا اخلاق كلكم، طبعا اول شيء كفرتونا، نحن ديننا مش من دينكم. بس انا بعترف فيك، انت ليه بدك تقول يعني تنكرني والحمد لله على انه الله خلقني مسلم؟ طب انا بقول له بسبب الله لأنه خلقني مثلا درزية موحدة؟ هل المسيحي بيسبوا لربنا لأنه خلقوا مسيحي ويسوع ويؤمن بيسوع؟ وشفنا قد صار بنادين جيم مثلا قصة الصليب وغيرها من النجمات بلبنان. طب جورج خلق مسيحي، انت عم تعاتب مين؟ انت عم تشكر الله أنه خلقك مسلم، يعني عم بتذمه لالله انه خلق جورج مسيحي؟ طب هتلا شيء نادين الراسي طلت عاريه، نادين ما راح تشتري تياب، هو فتحوا لها خزينه تيابها حتى هي ما طلعت، شالوا لها شو في اسود ولبسوها، ما هي هالدواء والدكتور معها كل الوقت. إذا هي لبست من تيابها اتمينز ما راحت على خزانة أختك أو أمك ولبست من خزانتكم، يعني لبست تيابها، يعني هذا الكالتشر عندهم هيك بيلبسوا. الأم رقصت ولا أنت عندك شرف أو أنت عندك شرف؟ ولي كيف إلكن قلب تحكوا على أم قتلوا لأبنها؟ قد ايه بعد عندها عقل هيدي المرة؟ ما بيعود الواحد متوازن يا عم، انا جربت، الله لا يجربكم اذا ما كنتم مجربين. واحد كتير بعدين ام عم ترقص بالعريس، واحدة من عاداتنا يلي ما بتعرفوها الموسيقى، نحنا بيعملوا عنا النوبي شيء، يعني بدقوا للعريس والعروس بلبسوا تياب العروس والعريس بيلبسوا تياب العريس وبيعرضوه، هيدي عادات 60% من او 50% من البلد، يعني بصراحة المسيحيين والدروز هيدي عاداتهم. بس منكون بمنتهى الأنقة، ايا كانت الفاجعة كبرى الواعي من الموجودين هن بيهتموا كيف بدون يرتبوا المش واعي. بقى نحنا منصير نوقف حد بعضنا، لأنه يعني مش نحنا منكون، مش أنا مثلا بيت الشر عن قلبك ألف مرة، أنت بتكون وقعت بفاجعه، بتكون أنت عم تركب سيارتك وتروح تعمل مثل ما بيتهيأ لكم بعقلكم أنه رايح عم تعمل مكياج والكوافير، لا مش هيك بتصير الأشياء. هاي عاداتنا يا عمي، هيدي تقاليدنا، ليه هيدا ديننا، هاي أدياننا، هاي الكالتشر تعولنا، بلونا لنقبلكن، وقفوا تشتمونا لأنه نحنا منضطر نشتمكن. طب ما نحنا منشوف إش غريبة عجيبة عنكن، ليش ما منحكي؟ بس منتفرج، انت بتشوف التركي مثلا وهو مسلم، التركي مسلم، بتشوفهم بالدراما وبتشوفهم بالحقيقة لما تكون بتركيا رايحين على العزاء لبسين أحمر وأزرق وأصفر، ليش ولا مرة طلعتوا كتبتوا هيدا الشي وما شفناكن علقتوا؟ إذا لأنكم تحترموا أنه هيدي الكالتشر تعول الأتراك. أما اللبناني حيطواطي، ليش يا حبيبي بدك تقول كل لبنان مثل ما هون عم تقروا؟ ليش يا حبيبي؟ لأنه زفينا عريس على المقبرة وأنتوا اللي عم بتعلقوا، احترموا حالكم، والمحترم يعلم اللا محترم. أنا حر أعبد مين ما بدي، أنت ما قلك علي، لازم تحترمني تأحترمك، والبس اللي بدي انا هلا لاطلع لعندكم. عملت ميك اب وعملوا لي شعري،
لكن بطلع منكوشة أو مغسلة وجهي وفرك أسناني وطالعة قدامكم، كيف هيك؟ شكرا. مرسي سامر حبيبي. معنو نحن بظروف صعبة مظبوط، بس للأسف هيدي عاداتنا وتقاليدنا، ما فينا نطل غلط. هيدي الامج تبعك، يو هاف تو الامج تبعو الست اللبنانية بأي مناسبة عم ينتقدونا على اللبنانية؟ كيف بتكون هالقد تلاقي حالها وراح على العزا؟ هلا بالعزا ولا غير عزا لازم تضلك مهتمة بالامج تبعك. اتس يور امج، هيدا يمكن ماسك عم نحطه بس ما حدا بيعرف شو في بقلوبنا. شو قلتي؟ ماسك. هيدا يمكن ماسك عم نحطه بس ما بتعرفي شو في بقلب كل واحد. هيدا الماسك جاي على تختي. فهمت عربي؟ فهمت عربي شو عم تقل، شو عم بيقول لك سامر؟ خلي عينك على الجرس.